باش درمي هكا دي لا هو البرلمانيين الوزاره ديالو لا الى اخره بغى عاد يعطي صوره ديال الحزب الديمقراطي حقيقي كيشتغل. انا بالعكس بالنسبه ليا مزيان الا كان هذا الشيء مزيان. هو ما يعرفش يخدم بهذا الشيء بوحدو هو سالي يعني معروف الوقت على كل حال ما عندوش الا بغى عاد يصحح الوضع في الحزب ما عندوش. الحزب ديالو راه مغاربه عاديين ولا اني بحالنا وبحالكم ولكن شو ولا وانا سنقولها له من دابا راه غادي يحصل حتى يقول لهم راه ما كاينش اللي زعما بغى يولي قايد وكذا الى اخره وكيتفشش علينا هنا وداك الشيء. هذا الشيء حنا كنقولوا الاصلاح وهذه 40 عام وحنا كنقولوها وباقي تيشك فينا هو وتيشكوا فينا واحد العدد ديال الناس يشكون ويشككون. هل نريد الاصلاح او نريد شيئا اخر؟ هل نحن كذلك نريد التحكم في اعناق العباد وفي ارزاقهم وفي احوالهم وفي علاقتهم الشخصيه؟ حنا ما باغيين نتحكموا في حتى شي واحد. حنا هذا الشيء ديال السياسه جايين نخدموا فيه بحال شي واحد ساكن في واحد البرطمه في واحد العماره في واحد الزنقه تجمعوا الناس ديال العمارات ديال ديك الزنقه وبغاو يتذاكروا على الاناره وعلى النظافه وعلى الامن وعلى الجماليه وعلى قالوا اش غنديروا؟ قالوا غنديروا واحد الكوميتي واحد المكتب اللي غادي يتذكر لهذا الشيء وديك الساعات حنا نساعدوهم ماديا ويشوفوا هما اللي غيخدم ولا حنا نطوعوا معاه. هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين. كوننا كنبغيو الناس يستقموا ويلتزموا هذه حاجه اخرى. هذه ما كانوا ها الدعوه والحركه باش الناس يبغوا لا بغاو نقولوا لهم كلام الله وكلام الرسول هذه حاجه اخرى ما عندها علاقه بالحزب. الدعوه في بلاصتها والسياسه في بلاصتها. السياسه كنشاركوا مع الناس كما قلت لكم يكونوا مسلمين متدينين او غير متدينين يهود يعني عندهم ديانات أخرى هذا يهمهم هم. نحن هنا ندبر الشأن العام. الوقت باش يصلح هذا الشيء حنايا دابا ما يمكنلوش في ثلاثة أشهر باقي ثلاث شهور باقي مارس وأفريل وماي جوان كاين رمضان بنادم كيتشغل مع الصلاة الصيام مع التراويح فهمتي ولا وجويه وأوت كاين العطلة بنادم غادي يمشي لوليداتو العطلة وسبتمبر كاين الحولي وكاين الحولي وكاين الحملة. إذا بقالو ثلاث شهور في ثلاث شهور غادي يغير حزب تحكمي داخليا وخارجيا وكل من فيه جاء ليلهف ويأكل. ها اللي كيحلم يولي نائب برلماني، ها اللي كيحلم يولي قائد، ها اللي كيحلم يولي بحال اللي كيحلم يكون موظف، ها اللي كيحلم يكون الى اخره. هذا الشيء اللي يعني في ثلاث شهور ما غايمكنش. اذا وقع هذا كل الناس سيقولون لا يمكن، وهو الى حد الان ما تلاش ظهر كاع من المؤتمر. جا قال لك هو باغي ينقذ المسلمين من الاسلاميين، جاي حارب الاسلاميين لصالح المسلمين. انا باقي كنتسنى هذه الحرب. لحد الان شفت جوج حوايج، شفت هذه الحرب ما جاتش منه. شفت السي مزوار خرج فينا ذاك الخرجه الغير المنتظره. ما عرفتش شنو العلاقه بالموضوع، ما باغيش نتكلم شي كلام ماشي هو هذاك، خليوني في التقار الله يجزيكم. وشفت البلطجه البارح في المكتب في المجلس ديال الرباط. يمكن يكون جاي عوال الاخوان باش يعتدي علينا جسديا. ما تعرف على كل حال هذاك الشيء اللي بان البارح. هذه هي الحقيقه. انا الاخوان سمحوا لي انا كنعرفكم مزيان كنعرف الوضع ديالكم كنعرف تعرف الامل ديالكم ويني اش غندير لكم؟ هذا الشيء اللي عطى الله. هذه الطريق حنا غاديين فيها الحمد لله. انا هذه 40 سنه وانا معكم 40 سنه هذا العام.
أفريل غنكمل 40 سنة ميلادية، أما بالهجري راه أكثر. راه هذا الشيء اللي كاين، كتعرفوني راه هذا الشيء اللي كاين راه كنقول لكم. ما العمل؟ يا وليدتي لقد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. خص رجالكم ونساؤكم ينهضون، ما تبقوش عايشين في التخدير ديال الانتصار ديال 2015. دعوالي والله أعلم ماذا يمكرون، الله أعلم. وطبعا عندهم أشياء ما عندهاش، عندهم المال ياك، هو يلا هو ولا رئيس جهة بغى يجمع 6 ملايير ونص جمعها، أنا رئيس حكومة ما قادرش نجمع حتى 6 مليون ديال الدرهم. ياك دار مشروع إعلامي ب6 مليار ونص، حنا الحزب عندنا المساهمات ديال الإخوان ديالنا البرلمانيين الوزراء وبعض الرؤساء ديال الجماعات والفلوس اللي كتعطينا الدولة، الله يجزيها بخير. بسبب الانتخابات رسميا وعلانية لقاوني خديت درهم واحد آخر من غير هذا الشيء يقطعوا لي الرأس ديالي. عندهم نفوذ ملي تبدا تسمع، يعني امين عام كان متحالف معاهم تيقول باللي الحكومه فيها الباب. انا ما تنشكش في الوزاره ديالي، الوزاره ديالي انا كنتعامل انا وياهم بالثقه والاحترام وما غنقلبش فيهم ما غنسولش عليهم، ولكن ملي تسمع هذا الكلام لا بدا تقول كيفاش هادشي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك فهادشي. بل ان صحفيا في مجله جون افريك كيقول باللي هذا السيد اللي بغيت نشوفه حتى جيت نصبر بزاف لانه الى تريسو لي سيتي، وقال بانه يتردد عليه الوزراء والرؤساء المؤسسات العموميه والشخصيات المهمه. دبروا لريوسو هنا، جا فينا الدور الاخر. دابا الاخوان كلشي باين، انا ملي كنتكلم على 6 مليار ونص كنتكلم غير على داك الشيء اللي خرجوه هو علانيه رسميا، اما الاخبار اللي عندي ولا الا بغينا نقولوا اللي كتوصلني ندير شنو عنده والى اخره والى اخره. وانا كنقول له يقول المغاربه الا كان دار شي مشروع نجح فيه اللي يجيب له هاد الفلوس كاملين يقولوا. أنا آخر عهدي بي عنده واحد طوموبيل صغيرات يجيب لنا بها الكاغيط، فهمتينا ولا 3000 درهم 4000 درهم 10 20000 درهم، واخا تكون كلها ربح ما يكونش مع هاد الفلوس. إن هذا حزب مشبوه بأموال مشبوهة بوضعية مشبوهة بعلاقات مشبوهة بخطر عظيم على الوطن وعلى الأحزاب السياسية وهم يعرفون ذلك. دابا عرفوه الناس، عرفوه مع الأسف كاين الخوف. الخوف راه طبيعي، كيخاف الإنسان على المصالح ديالو، كيخاف على راسو، كيخاف الله أعلم. واني الا كنتي وانتم خايفين قولوا لي نمشي بحالي، لانه اش كنا كان هذوك الاناشيد اللي كتروجوا ها اش كيقولوا ها اقدم فداك النفس لا تترددي اقدم فان الله خير مؤيدي
لا لا تقل ما لي يداني وإنما إن لم تكن أسد الحمى فاستأسدي. أنا كان حفظ شي أمور يعني غير اللي كيعجبوني هذوك، وما كان حفظهمش كان قبط الورقة ونحفظهم، لا من الدقة الأولى كيلصقوا. فهل أنتم كذلك؟ لأنه ماذا يملك هذا الرجل؟ هل يملك الأرزاق؟ هل يملك الأعمار؟ هل يملك شيئا؟ لا. هذا غير كيخوفكم، غير كيخوف الناس. شحال من واحد وقف وجهه وتواجه معاه ما لقى ما يدير معاه، اش غيدير؟ هذا شي نهار شي واحد ولا كذا الا كاع وقع شنو غيوقع فيك الله. اش كيقول الشيطان، اش كيقول الشيطان للناس يوم القيامه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. غير كي الناس اللي خايفين على المال ديالهم اش تيقول للشيطان؟ الله تعالى كيقول للشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا المنهج ديالو كيشبه المنهج ديال الشيطان، ما فيها لا هذه ولا هذيك. انا يسمح لي راه امين عام ديال الحزب، وانا راه كنتلقاه وكنتسلم انا وياه وتنذكر انا وياه، لانه واش حنا غنتعاداو؟ ما نشوفو ما يشوفني، ما نهضر معاه ما يهضر، انا رئيس حكومه. واني يسمح لي نقول له الحقيقه في وجهه، لانني كنعتبره خطر على المغرب دوله وشعبا، وكلامي موزون. وخصكم نتوما توقفوا في وجهه، ماشي كشخص، كتيار يريد ان يتحكم في الناس ويظن ان المغاربه لم ينضجوا بعد لكي يكون لكي تسودهم الديمقراطيه. وتوقفوا وجهه بالعمل. عقلتي وداك النهار فاش جينا ماشي الله مات سي عبد الله بها الله يرحمه، و يعني مشيتي ولديك الحمله ديال التسجيل في اللوحه الانتخابيه وسجلتي هذاك الرقم الممتاز والرائع ديال حوالي 200,000 واحد. انا ما كنتكلمش معكم على التسجيل، حتى هو التسجيل تحكم، ولكن ماشي فقط كنتكلم معكم من خلالكم مع اعضاء الحزب، من خلالكم مع المغاربه كاملين، باش يقوموا يتحملوا مسؤوليتهم ويدافعوا على رؤوسهم. راه هادو ما عندهم غرض فيهم، صوتوا ما يصوتوش، النسبة من النسبة، وما تيفكروش حتى في مصلحتهم هما، راه ما عندهمش مصلحة في هذا الشيء. راه النهار اللي غيتقلب هذا الشيء راه غيتقلب عليهم كاملين، وغيتقلب على المغاربة كاملين. حنا باقيين كنهضروا، اش دار بن علي لبلادو؟ اش دار بن علي لبلادو؟ اش دار القدافي لبلادو؟ باقي كنهضروا في الاخر. المواطن العادي كيخلص، هذا اللي ما دابا اش كيوقع؟ المواطن العادي كيشوف راسو هو استاذ ولا معلم، كيقبض ديك 7 ولا 8,000 درهم ولا 10 درهم ولا 12 درهم، ويتوضا ويصلي ويدوز ويجيب شويه ديال الديسير، يجيب شويه ديال الديسير وياكلوا مع وليداتو، وكيقول لك انا ماش دخلني في هذا الشيء. لا خويا، داخلك هذا الشيء، الا ما بغيتش انت تدخل فيه هو داخلك حتى للدار ديالك. ولا قدر الله غدا يقدر يخرب لك البيت ديالك والاسره ديالك. شوفوا شنو وقع في سوريا، شوفوا شنو وقع. فوقاش الناس تيوقفوا في وجه الفساد الان؟ انا نقول لكم واحد القضيه، الناس كيتكلموا على رئاسه الحكومه، ما عندي غرض نكون رئيس الحكومه مره اخرى، ما نكونش رئيس الحكومه اخرى، نمشي حتى من دابا ما عندي مشكل. الناس كيتكلموا على المرتبة الأولى، ما عندي مشكل. كان ضروري نرجعوا للمعارضة، نرجعوا
ربما يكون مطلوب صالح البلد والأمور الكبرى في البلاد نرجع للمعارضة شي عيب. وإني مخش البلاد طح الدولة والملك والملكية الإسلام راه ما كاينش اللي غيمس. كل من حاول سيمحق سنة الله في خلقه. الإسلام هذا ديال الله وإني مسؤوليتنا نحافظ على دولتنا نحافظ على الملكية ديالنا لأنه هذه أمور أساسية. ونحلف لكم بالله لولا جلالة الملك في 2003 كان الحزب غيتحل بالله حلفت لكم. وقبل من ذاك الشيء كان غادي يدخل في متاهة. وعندكم تسحبوا الكلام ديالي فيه تناقض الا ما فهمتيوش هذه هي راه ما فهمتيوش عبد الاله عبد الكريم. وانا كنقول لكم هذا الشيء ماشي لدابا للمستقبل ملي ما نبقاش معاكم ولا تبداو تقولوا الله يرحمه ولا بالضغط يجي واحد النهار تقولوها باش بقاو شادين في هذا الشيء. واني المتحكمين والتحكمين كيف ما كانوا فين ما كانوا ما يمكنش نسكتوا عليهم لا يمكن. كمغاربه كنتحملوا مسؤوليه فخصكم انتم تكونوا موجودين باش شنو باش المغاربه يتشجعوا بكم. ويقفوا في وجه هذا الطغيان الشيطاني الذي يريد ان يهيمن على الدوله بعد ان لافظه المجتمع وحكم عليه في السنه في 20 فبراير 2011 وحكم عليه في انتخابات 2015. اش غندير لكم؟ يبدو ان عددنا قليل يبدو ان امكانياتنا متواضعه ولكن هذا الشيء اللي كاين اللي عطى الله هو هذا. ها اش قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمه احد؟ قال لهم ما يخرج معايا الا اللي خرجوا معايا في الاول هما اللي يمشيوا معايا هذيك الصبيحة باش عرفوا من المشركين وفروا. رجل بألف رجل وربما بمئة رجل وفي الأقل برجلين في الشارع في المستقبل في الحركة في الوطن تفهموا الناس. قالت لي واحد الكلمة أخيرا نقولها للشعب المغربي من خلالكم. هذا جهدنا عليكم أخوتي. احنا جينا درنا السياسة اللي فهمنا الله صلحنا أمور كتشوفوها بعيدكم الحمد لله وحدة منهم كافية باش نعتبروا هاد 5 سنين اللي دوزات هاد الحكومة ممتازة. بالمناسبة سولوا الحكومة كاملة السي صلاح الدين مزوار في واحد الاجتماع جمعنا في الدار ديال رئيس الحكومه الرسميه اللي كاينه في اللي كاينه في السويسي هذه بضعه اشهر 3 ولا 4 ديال الشهور. اجتمعنا باش يعطينا السيد وزير الماليه باش يعطينا فيما اذكر ملخص على القانون ديالو ديال الماليه. تكلم عن انجازات الحكومه وقال هذه الحكومه يحق لها ان تفتخر وتكلم على العجز اللي تراجع وتكلم على النسبة ديال النمو اللي تحسنات وتكلم على واحد العدد ديال الأمور كلها إيجابية. ثم خرج يقول عكس ذلك سولوا سولوا الوزراء خليوا ديال العدالة والتنمية وسائلكم الله خليوا ديال العدالة والتنمية. نقول له واش هذا الشيء اللي قال السي عبد الله صحيح ولا لا؟ والله إلا دخل علينا ذاك النهار السي صلاح الدين السرور وهو يتكلم عن الحكومة. وعرفتوا علاش؟ لأنه هو ما تيحضرش معنا بزاف هو دائما تيكون مسافر. ذاك النهار كان حاضر معنا والمسمع الكلام ديال الاخوان فيه واحد شويه ديال الانتقاد داك الشيء. قال لهم هذه الحكومه هذه يمكن لا ترفع راسها وتعتز وتفتخر. دابا رجعنا بين عشيه وضحاها ما درنا ما نجحنا لا في هذه ولا في هذه وحتى حراك الشارع اصبح له ما يبرره. الله ودي السي صلاح الدين الله ودي السي صلاح الدين. ده كلام
أنساك يا سلام ده كلام. في السياسة الإنسان يكون مضغوط شي مرة مفهوم، ولكن يفوت صور ريزيستان ماشي مرة واحدة، بزاف بزاف. الشعب المغربي خصو اليوم يتحمل مسؤوليته. الانتخابات الجاية قلتها ليه، أنا ما نطلبش من الشعب المغربي يخرج للشارع ولا يدير مظاهرة ولا يدير انقلاب ولا يدير، لا أبدا. أنا أؤمن بالإصلاح ولا شيء غير الإصلاح. أنا لا مشي لا لا أستطيع الثورة، لا أستطيعها ولا أقبلها ولا أريدها ولست مؤمنا بها. أنا أؤمن بالإصلاح، ولأني رأى الشعب المغربي هو مصدر السلطة. قرأوا الدستور مزيان، كان هادشي فين اللي قاري الدستور؟ شكون هو المصدر الأول ديال السلطات؟ الشعب. متى يمارسها؟ من خلال تصويت في الانتخابات. اسمح لي أيها الشعب المغربي أن أشكرك شكر كبير، ماشي لأننا ولينا في رئاسة الحكومة ولا في التسيير ديال المدن، لأنك كنت شهما وشجاعا وجريئا وقويا وميزت، ولم تنطلع عليك الأكاذيب ولا الحيل ولا المناورات ديال خصوم الإصلاح. سمحوا لي الإخوان، اليوم ما كاينش العدالة والتنمية مقابل الأسرة والمعاصرة. كاين الناس اللي باغيين الإصلاح، كاين الناس اللي باغيين التحكم، فوالا ليني. والشعب المغربي فاهم ووافق وصادق وصوت. والغريب أن أي حزب في الحكومة لم يتضرر في هذه الانتخابات، والتي تضررت هي الأحزاب المعارضة التي كانت تعارض بغير حق في غير حق. وربما نشيروا واحد الإشارة إيجابية لذلك التجمع ديال اليساريين، دوك ثلاثة ديال الأحزاب اللي مجموعين واللي حصلوا نتائج محترمة على الأقل فكدال الرياض. واللي بغي نقول لهم أنا شخصيا أنا كنت من لهم كامل التوفيق، ماشي لأنني ونويهم متفقين، لا، الإيديولوجيات ديالنا متعارضة تماما، ولكن كيظهروا معقولين، كيظهروا معقولين، وحنا المغرب بغينا فيه ناس معقولين. قالوا لي البارح في المجلس ديال الرباط رفضوا الفوضى اللي داروا الاخرين، البلطجية ديال البام رفضوه. هذا هو المغرب، ما بغيناش المغاربة كلهم يوليو العدالة والتنمية، لا سيدي، كاديون بليز، حقنا بركة، الله يجعل البركة. وما بغيناش يكون عندنا الهيمنة في البرلمان، حنا كنعرفوا المغرب، المغرب ما كيقبلش الهيمنة، ما بغيناش الهيمنة. وإني ماشي بالبلطجة، ماشي بالمناورات، ماشي بهذه الأساليب الشيطانية. شو من احترام غادي يبقى عند السياسيين ملي يولي شخص أو حزب طاهر أو باطن يتحكم فيهم؟ واش كيسحب لهم الناس ما كيعرفوش؟ المغاربة ماشي ديما كيحصلوك، ولكن في الغالب كيعيقوا، كيشوفوا شنو كيوقع، شنو كيتحرك وكذا، وكيفهموا، كيفهموا لريوسهم. ايوا كيظهر ليا عيتي، والله يجعل البركه. يا الله، السلام عليكم.